بابا. شو خير يا طير؟ شو جاي بدك؟ بدي أطبخ مقلوبة يابا. مقلوبة ويقلب صحنتك، ما تطبخي، مين مانعك؟ ما في عندنا رز بابا. طيب روحي عند أبو خليل وخذي منه رز وقولي له أبوي بحاسبك. بس هذا عمو حمدي؟ حمدي الغشاش بالظهر. يا الله مسكين. نعم يا الله محسنه. ايه اشوفه يابا. شوف انا بدي افتح مدرسه لتعليم طلبه الزهر، اسجل اسمك. ترد علي ايدك. مرحبا عمو حمدي. يا هلا يا ميت، اهلا وسهلا. علينا عمو علينا. بابا اعزم عمو حمدي عندنا على الغداء. ليش عمو اللي بنعزمه شهر ثاني؟ يا 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 تعالي حمدي بنعزمش لانه غشاش بالظهر، وانا ما بعزم غشاشين. فرصة تعزمه على المقلوبة، بل انقلبت الامور وعادت المياه الى مجاريها يابا. مجاريها يابا. طب قبي من هون، قبي. نعم يا معلم. حدنا له؟ لا. حد حكى معك؟ لا. طب اسمع، تتجوزها بلكي وفرنا راتبه.